اهلا بكم في فيديو جديد ولسه جديده هنتكلم فيها عن برفانات يصعب مقاومتها من الجنس الناعم. يعني البرفانات ده بتجيب لك يعني اطراءات وبتلفت الانتباه من السيدات بدرجه كبيره قوي. المهم الاول قبل ما نبتدي في الفيديو ده يا ريت لو مش عامل سبسكرايب ترزع الخنفري واحده سبسكرايب واكتب لي تحت في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل وانصحك انك تجيب مين فيهم دلوقتي. برده الخنفري على الانستجرام والخنفري الويب سايت بتاعه شغال والخنفري برده دلوقتي متوفر في الاسواق وممكن تطلبه في مصر عن طريق صفحه الفيسبوك. ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبتدي فيديو النهارده بالبرفان رقم 4 معايا ديت فور مين من جيرمي فريجرانس او من الشركه اسمها فريجرانس 1. البرفان ده بصراحه يعني مفاجاه بكل المقاييس. هو جيرمي اول ما نزل برفاناته كانت ناس كتير يعني ايه فاكره ان هي هيبقى مقلب، ولكن لا، البرفانات بالرغم ان سعرها مبالغ فيه شويتين ثلاثه ولكن الجوده بتاعتها عاليه جدا. البرفان بيجيب كم اطراءات من السيدات رهيب. البرفان ملفت جدا، ما بيخيبش معاك اطلاقا في الحته دي، وهو فعلا اسم على مسمى، هو ديت فور مين، بمعنى ان انت لو نازل ديت او نازل ان انت تقابل واحده يبقى البرفان ده من الحاجات اللي انت لازم تحطها في اعتبارك. هو مش افضل حاجه ان انت تحطها في ديت، ولكن من الحاجات القويه جدا المنافسه جدا ان هي تستخدم كديتنج فريجرانس. فده من البرفانات اللي لازم تكون في الليسته دي، واعتقد ان هو بيقول ان هو بيصفي شركته، فاصبح الستوك اللي موجود هو بس ده اللي هيفضل موجود في السوق في الوقت الحالي. فيا تلحقوا يا ما تلحقوش. هو سعره غالي شويه ولكن دلوقتي هو بينزل اوفرز وكده، فمعرفش انت تابع انت وشوف اذا كنت عايز تجيبه ولا لا. ولكن البرفان من ناحيه الاطراءات من السيدات بالذات فده برفان جذاب جدا ليهم. نروح البرفان رقم 3 معايا في الليسته دي، معايا فيرزاتشي ايروس. طبعا فيرزاتشي ايروس غني عن التعريف، يعني برفان من البرفانات اللي عملت ضجه جامده قوي في السوق، من البرفانات المجنونه اللي فيه ليمون وتفاح ونعناع وتحس ان هو سويت ومسكر وفريش وكل حاجه في نفس الوقت، ما تفهمش بيعمل ايه البرفان ده. والستات بيعجبوا جدا جدا بالبرفان ده، خصوصا ان هو في اول ما بترشه بيبقى فواح قوي فبيلفت انتباه اللي حواليك وبيجيب لك اطراءات كتير جدا جدا. هل مناسب ان انت تستخدمه كديتنج فريجرانس؟ ممكن، ولكن في الاجواء الكاجوال، لو انت مش نازل مثلا ديت في مكان في مطعم فخم قوي ولابس بدله ولابس فورمال والكلام ده، لا، لو انت نازل فوق يعني كاجوال تماما يبقى البرفان ده هيبقى مناسب جدا. ونزل منه مؤخرا اي دي تي والاي دي بي والبرفوم، فانا لسه عند رايي ان الاي دي بي في الباتشات الجديده افضل حاجه، وفي الباتشات القديمه الاي دي تي الاودو تواليت هو افضل حاجه ممكن تجيبها. نروح البرفان رقم 2 معايا في الليسته دي، معايا انيشيو سايكيديليك لاف. انيشيو سايكيديليك لاف طبعا من البرفانات اللي انا اتكلمت عنها كتير، دايما بنصح بيه لو انت عندك ميعاد 1 اون 1 كده، لو انت عندك مثلا حاجه انتيميت، لو انت عندك حاجه لقاء حميمي ولا حاجه، ده من البرفانات الكويسه قوي اللي هتبقى مناسبه للاجواء دي. البرفان ما بيخيبش خالص مع السيدات، غالي شويه ولكن صدقني يستحق ثمنه. انصحك ان انت تجربه الاول برده قبل ما تجيبه، لان هو البرفان ممكن الناس بتعتبره ان هو يونيسكس فمش مناسب قوي لمعظم الاذواق، ولكن هو بالنسبه للسيدات هم بيحبوه قوي. فهل انت كراجل بقى هتتاقلم مع البرفان ده بسهوله ولا لا، دي حاجه ترجع لك، ولكن ده من البرفانات المميزه جدا اللي انا انصحك بشده ان انت تحطها في اعتبارك. ونروح للبرفان رقم 1 معايا في الليسته دي، معايا ايف سيلرون لانويدي لوم. لانويدي لوم طبعا من البرفانات الغنيه عن التعريف، اتكلمت عنه كتير جدا 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 على مدار السنين اللي فاتت. ده من البرفانات اللي لازم تحطها في اعتبارك ولازم تكون عندك في الدولاب لو انت في حياتك واحده، لو انت متجوز، لو انت خاطب، لو انت لسه بتعرف على حد، ده من البرفانات اللي لازم تكون في اعتبارك. لو انت يعني نازل عندك اي مغامره نسائيه، ده من الحاجات اللي لازم تستخدمها او لازم تكون على الاقل في الروتيشن بتاع البرفانات اللي عندك، من الحاجات اللي ما بتخيبش اطلاقا. الاداء بتاعه مش اقوى حاجه ولكن ريحه البرفان ده ريحه خرافيه، فانصحك بشده ان انت تجربه، انصحك بشده ان انت تحطه في اعتبارك ومش هيخيب معاك خالص في المواقف اللي زي دي.